أعلم أن لله حكمة في كل ما يجري وهو بها أدرى. وقد كان بعض الشيوخ يربي بعض تلامذته في التعامل مع الأحداث، فكان كلما شكا من شيء نزل به يقول له فيه صالح، فيسكت التلميذ، يقول لعل فيه فائدة وحكمة ما نعلمها، لله في خلق شؤون. وكلما أصيب بشيء لا دخل لاكتسابه فيه وشكا على الشيخ قال فيه صالح لك، فيسكت حتى اعتدي على عينه فقورت وخرجت عينه، وجاء إلى الشيخ يشكو إليه فقال فيه صالح. قال كل شيء فيه صالح حتى عيوننا يخرجونها، إيش الصالح؟ أنا أبقى على عين واحدة وقد كنت على عينين، ما هو الصالح في هذا؟ يقول في نفسه تعجب واستنكر على الشيخ هذا الجواب. فقدر الحق أن سافر في جماعة فوقعوا في قبضة إنس متوحشين يأكلون الإنس، وحملوهم إلى بعض قراهم البعيدة فشاهدوهم يعرضون صيدهم، من اصطادوا من أمسكوا من غيرهم، يعرضونه على طبيب لهم، فإذا حكم بصلاحية لحمه لهم قدموه فدقوا راسه فكبوا الدم من راسه يخرج ويأخذونه ليأكلوا بعد ذلك. رآهم يفعلون هذه الفعلة فجاءوا إلى عند الرجل فأخذ يفحصه طبيبهم، قال بسبب الخلل الذي في عينه لا يصلح لكم لحم، قال فأطلقوه. فراح يجري إلى عند الشيخ قال فيه صالح فيه صالح فيه صالح، حدثت اليوم حادثة لي، ولو كنت لم أصب بهذا من قبل لفقدت حياتي كلها، ولا وقتلت عدنا بطريقة في القتل، يخرقون الرأس هرق ويدقونه بعد ذلك يأكلوننا، فسلمني الله بسبب ذلك. فسبحان الذي لا يجري في ملكه وملكوته قليل ولا كثير صغير ولا كبير إلا لحكمة علمها ولسر اطلع عليه. وأين عقول العباد من مجريات أسرار المقتدر جل جلاله وتعالى في علاه؟ ومن هنا قال سيدنا علي بن أبي طالب مشير إلى هذه الحقيقة: لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع، لو كشف الغطاء لكم عن أسرار الكائنات ما تقدرون تغيرون شيء من مكان، هو هو أحسن، الواقع هذا هو الأحسن والأفضل، أحاطت به حكمة الله جل جلاله وعلم الله تعالى.